عايز اسالك على موقف كمان الثلاثي حسين الشحات وامام عاشور وطارق حامد اللي بسببه تم استبعادهم من منتخب مصر، رايك ايه في الواقعه دي؟ يعني هو الموقف اتضخم وكبر وفرقع. الحاجات دي ساعات بتحصل وما ما يعني تقدر ما تطلعش وتقدر تخليها معاك ومعالجتها سهله يعني. ما عشان تبقى معالجتها سهله ما يبقاش في استبعاد ليهم من المنتخب، انت كنت شايف انه ما كانش يتم استبعادهم من المنتخب؟ ممكن تتعالج الموضوع ده، ولا انت تعرف ولا انا اعرف ولا اي حاجه، وكانت تبقى الامور كلها طالما ما فيش فعل فاضح زي ما بيقولوا. ايوه الموضوع مش كبير قوي. لا المواضيع دي بتحصل على طول في المعسكرات. بتحصل على طول. لا اقعد معاك احكي لك حاجات كتير، لا بس ما حدش يعرف عنها حاجه. والامور مشيت والدنيا مشيت واستفدت باللعيب وكل حاجه. بس بتعاقبه برضه بشكل او باخر صح ولا عادي؟ طبعا طبعا طبعا. عشان بس انا بوضح الكلام انه حتى لو حصل انت كل واحد وله طريقه عقاب. لا ما بتطنش. لا طبعا ما فيش طناش في اي حاجه مخالفه. يعني مثلا هنقول ما فيش تليفون على العشاء وعلى وجبات او في الاجتماعات، ويجي مثلا تليفون مثلا لو طلعت قرار او حد التليفون بقى في عقاب. يعني انت فاهم، انا بقول لك على اقل حاجه يعني. فاهم يعني بقول لك على اقل حاجه، طالما في سيستم وفي نظام محطوط في مواعيد الاجتماعات، مواعيد التمرين، مده التمرين، الجديه في التمرين، كل الحاجات دي لا يعني عقاب متفاوت يعني. لكن انا يعني ما كنتش حابب ان احنا نعمل هاله وحوالينا ونعمل ازعاج لنفسنا، يعني المنتخب يعمل ازعاج لنفسه. فاهم قصدي؟ فاهم انت حاول تخلي الدنيا اكثر هدوءا يعني. ولا وبتعملوا تبعات، انت خد بالك لسه هتيجي تبعات، ده قال كذا وده ما قالش كذا وموقف ده ايه ومش موقف ده ايه. انت محتاج انك انت تعمل جو هادي بينك وبين حوالين المنتخب يعني. وده مش معناه بقول انك تتغاضى عن العقوبه، لكن انا بتكلم على درجاتها وازاي تعالجها وازاي تقفل عليها وازاي تتلم وازاي الحاجات دي كلها. عظيم. طيب وتعمل برضو اللي انت عايزه. طيب كابتن ضياء، اخر كاس امم كنت حضرتك موجود في الجهاز الفني بقياده كروش، وكان كتير الناس تتكلم على الاداء الدفاعي والحرس الدفاعي وما كانش فيه تحولات هجوميه عظيمه، والمقارنه دلوقتي كالعاده بين اثنين مدربين اجانب بين فيتوريا وكروش ان الراجل بيشتغل هجومي وبيعمل ضغط عالي على المنافسين. هل تتوقع ان فيتوريا بنفس الاداء اللي بين قوسين بيتقال عليه هجومي دلوقتي هيستمر بنفس الشكل التكتيكي دوت في كاس الامم الافريقيه؟ وتنصحه بايه في كاس الامم الافريقيه على المستوى التكتيكي والفني يعني؟ ما فيش نصايح وما فيش فلسفه. هو هيحتاج انه يدافع وقت طويل جدا. وقت طويل جدا زي ما انا بقول في الماتشات الكبيره. لو راجع الماتشات الكبيره هتلاقي ده انه دافع يعني، لو راجع ماتش الجزائر بغض النظر عن ال 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 ان في طرد حصل. احنا اللي خلانا نحافظ ان احنا دافعنا كويس واحنا ناقصين، دافعنا كويس وعملنا تحولات. دفعنا كويس وعملنا تحولات. الفرق المنافسين و يعني مثلا امبارح غير المنافس على الفرص اللي جت، هتلاقي الموضوع صعب جدا. يعني امبارح منافس سهل. صح. طب ليه يا كابتن ضياء، انا هسال السؤال الناس بتساله، انا متفاهم كلام حضرتك جدا، بس ليه لازم منتخب مصر يكون بيدافع اكتر ما بيهاجم؟ ليه؟ مش منتخب مصر. اي منتخب لازم يكون بيعرف يدافع. لازم يكون بيعرف، لازم يبقى شايف الناحيتين. وعلى فكره فيتوريا هيبص على الناحيتين. هيبص على الناحيتين. سيبك من الكلام اللي احنا بنقوله لبعض في 16 ماتش وكلهم مستوى رابع. ده كله كلام مش منطقي. لكن هي ممكن انا اعمل في الماتش ابقى بدافع كويس جدا واعمل 6 محاولات، ممكن بتقول يعمل 6 تحولات هجوميه، ممكن بتقول يعمل 10، يبقى ده حاجه كويسه. هنا التقدم حلو. لكن انت هتلاعب فرقه كبيره لازم تدافع، مفيش حد ما عملش كده. المغرب اللي احنا بنتغنى بيها في رابع العالم، كنا بنطلع نقول لوحه فنيه دفاعيه رائعه.
كده بنقولها عشان عايزين نقول كده عشان عايزين نجملها. يا كابتن بس برضو عشان الناس اللي بتسمعها دلوقتي هيقول لك ما المغرب كانت بتلعب البرتغال واسبانيا وفرنسا. ايوه وانا انا قلت ايه غير كده دلوقتي؟ ايوه انا قلت لما المنافس يتغير هنتحط تحت ضغط فروقات فرديه وفروقات جماعيه هتضطرنا ان احنا لازم ندافع كويس. انت واخد بالك عكس البراح اللي احنا واخدينه في الماتشات السهله. صح ارجو ان ده واضح جدا اللي انا بقوله هي شعرايه انها توصل بس. لكن لكن اتمنى ان احنا طول الوقت نهاجم وما تجيش فينا جوان يعني. اتمنى ده ان شاء الله حتى قدام الفرق الكبيره يعني. اكيد كلنا عايزين نشوف كره هجوميه وكره فيها اهداف كتير طبعًا. بس لازم تبقى طبعًا. لازم تبقى مدرب واقعي يعني ما تبقاش اصل انت لازم تبقى واقعي. برافو عليك. صحيح تبقى واقعي. برافو عليك. صحيح كابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام الاسبق لمنتخبنا الوطني بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.